تزيد تقاد وتزيد القدام ونكونوا دي زاكتور في لا في ديالنا ما نكونوش غير دي سبيكتاتور. صراحه كانت سلسه مزيانه، دخلنا مشينا قبضنا الصف، كاين شروط ديال دي زعما التباعد وداكشي كان مزيان، صوتنا صافي وخرجنا في حالاتنا. ايوا شكون اللي قنعني؟ تنظن بانني جبرت الانسانه اللي بغيت نصوت عليها في ديك اللائحه اللي صوت عليها، وهذا ما كان هذا علاش اقتنعت صوت على الاغاني. نات صوت مزيان، تباعد بالكمائن ديالنا كلشي ديالنا. جينا مع الرئيسه ديالنا فحسق مسنجرا الله ينصرها. ايوا حنا بغينا نصوتوا نعدلوا عاود اللي احتاجنا عاود نجيو نصوتوا عليه، ما نقدرش نردوها في وجههم. صافي هذا الشيء اللي كاين. فرحانين ملي جينا من هنايا لهنايا؟ لا فرحانين الحمد لله. جينا من خميس دنجرة قليم عمل فحص أنجرة، جينا من هاد مدينة طنجة مدرسة فهد الشرف. جينا الحمد لله نؤدي الواجب ديالنا وطني كيف ما كنأديوه دائما على البرلمانيين على الغرف على الجميع، وانا في هذا الميدان تبارك الله من 96. انا جيت من خميس دنجرة وجيت السوايق الطريق صيه ان شاء الله يا ربي لا كمل الله علينا بالخير. فرحانه؟ ما فرحانه شي. ايوا اجيب الوطني اديته الحمد لله. صوتنا على الحزب اللي كنشوفوا حنا كيستاهل، حيت كنعرفوا السيد اللي معنا كنعرفوه شخصيا، يعني سيد في المستوى كيستجب للمطالب، سواء خصنا يكون يستجب للمطالب ديال المواطنين، يعني فوقاش ما طلبوه، سواء غيحتاجوا اوراق ولا غيحتاجوا شي اعانه منه، يكون هو راه الاشاره ديال المواطنين.